السلام عليكم، معكم الدكتور هلال. يا رب تكونوا جميعا في أحسن صحة وأسعد حال. كيف تزيد من السائل المنوي باتباع أساليب عادية وبسيطة في حياتك يومية. اليومية؟ بداية الصور اللي موجودة هنا جايبها جزئيا من موقع اسمه ويكي هاو، وبعدين الأساليب ديت يعني بعض الناس تقول لك طب افرض ما فادتش، حتى لو ما فادتش في زيادة السائل المنوي في زيادة حجمه، فهي أكيد هتفيدك بصفة عامة وهتفيد صحتك بصفة عامة. قبل ما نخش في الموضوع نسأل مين هو اللي محتاج يزود كمية وحجم السائل المنوي وزيادة الحيوانات المنوية؟ فئتين من الناس، من الرجالة، واحد اللي هو عنده الحجم قليل وهذا مسبب له نوع من تأخير الإنجاب، الثاني واحد عنده الكمية طبيعية لكن هو عايز مزاجه إنه يزود هذه الكمية لأنه سمع إن زيادة الكمية دي بتزيد النشوة اللي بتتم عند القصر. دلوقتي نعرف الكمية الطبيعية للسائل المنوي، وهي كمية السائل المنوي الذي ينزل وقت القصف والطبيعي من 2 إلى 5 ملي. ودلوقتي مع الخطوات البسيطة التالية: أول شيء تشرب سوائل بكثرة، وأقصد سوائل الماء، فالمفروض تشرب ما بين لترين إلى 3، وهو ده الكمية اللي الواحد لازم يشربها كل يوم بصورة روتينية. الحاجة التانية، تجنب ان انت تقعد فترات طويلة في الجو الساخن، زي مثلا اما بتقعد في الساونا او حمامات المياه الساخنة او السواقة ويكون المقعد حار. تالت حاجة، تجنب ارتداء الملابس الداخلية الضيقة جدا لانها ممكن تزيد من درجة الحرارة، ونفس الشيء زي البند اللي احنا قلناه قبل كده. رابع حاجة، لما تقعد ما تتعودش انك تقعد رجل على رجل، لان ده برضو ممكن يزيد الحرارة حوالين الخصيتين وممكن يضغط عليهم. الشيء الخامس هو انك انت تقلل من معدل ممارستك الجنسية، لان كل مرة بتمارس فيها الجنس بتفقد جزء من الحيوان المنوي، فلما تريح ما بين الممارسة والتانية يوم أو اتنين تدي فرصة أكبر لإنتاج عدد أكبر من الحيوانات المنوية ويزيد حجم السائل المنوي. ابتدي بقى في هذا الكلام من اليوم، لأن لسه غير هذا الكلام في خطوتين تانيين. ديت أول خطوة، بس في خطوتين تانيين. الخطوة التانية هتكون باستخدام الأكلات الطبيعية اللي بتزود حجم السائل المنوي. الخطوة الثالثة وهي استخدام مكملات بها مكونات معروف إنها بتزود السائل المنوي، يعني 3 فيديوهات، ده الاولاني وفي ان شاء الله الثاني والثالث جاي لكم قريب. لو انت عايز تزود حجم السائل المنوي باستخدام مكملات، وعايز تعرف المكملات اللي انا برشحها، ممكن تضرب على الرابط تحت هذا الفيديو. اذا حبيت تتواصل معايا فالموضوع سهل جدا، تتواصل معايا على الخاص التشات بتاعي اللي موجود على الموقع بتاعي. الموضوع سهل جدا، مجرد ما تفتح الموقع على طول تلاقي الايقونة اللي موجودة تحت في الاسفل على اليمين، تضغط عليها تفتح لك التشات وتقدر تبتدي التشات. الموضوع سهل جدا.